أين البنات؟ ما زلنا أفطر؟ أجل، أريدكما معي. خيرا إن شاء الله. كنت سأذهب لدار السيدة نفيسة مبكرا اليوم، وأنا لدي الكثير من العمل مع الست حسن. أمر يهمني ويهمكما، وبإذن الله يهم السيدة نفيسة وحسن أيضا. سنتجهز في الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. في هذه الآية إيضاح من الله عز وجل أن كل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى، وفي هذه الآية عام يراد به العام، وفيها الخصوص أيضا. أما العموم منها فهو في قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فكل نفس خوطبت بهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل. أما الخاص منها فهو في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى لا تكون إلا على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون سواه. وحين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح لم يفاضل بين ذكر وأنثى، وهذا مذكور في كتاب الله في كثير من آياته، وبعد كلام الله تعالى لا فصل ولا جدال. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.